هيثم شاكر، اهلا بيك معانا على شاشه قناه دي ام سي. اهلا وسهلا يا احمد، ازيك؟ ازيك، انت عامل ايه، اخبارك؟ اخبارك ايه؟ اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك، الف مبروك طبعا على حكايتنا كملت، كلمني عنها شويه وعن كواليسها. الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا رب، متشكر. هي اغنيه من نوعيه الاغاني اللي انا بحبها، واللي الناس اصلا حبتني في اول شكل قدمته الاغاني، هي فيها نوع من انواع الشجف او الاغاني الهاديه بصفه عامه، يعني الناس بتحب تسمع مني الشكل ده تحديدا. والحمد لله كان في توفيق كبير فيها، الحمد لله على مستوى اللحن او الكلام او توزيع المزيكا بتاعتها، فالحمد لله كانت كنا متوفقين جدا فيها، والحمد لله رب فعل الناس يعني كان مبهر بالنسبه لي، يعني الحمد لله. ما خفتش من اغنيه رومانسيه في الصيف مع ان دايما مطلوب بالاغنيه تكون سريعه في الصيف؟ والله كان زمان الكلام ده، ان احنا وقت كان لما كان بيتعمل البوم كامل، فكان لازم تراعي توقيت نزوله ونوعيه الاغاني، والشتا بيحب الاغاني الحزينه والكابه والمطر والصيف الاغاني السريعه، بس لا دلوقتي اعتقد ان الناس يعني في ظل وجود السوشيال ميديا الناس بتستوعب اي حاجه في اي وقت. طيب في اغاني تانية هتصدرها خلال الفتره اللي جايه ولا؟ انا كده كده شغال على الالبوم، قرب يخلص ان شاء الله، يعني يا رب الحق صيف ان شاء الله، يعني خلال شهرين باذن الله يكون خلصان. وفي نفس الوقت يعني في كل شهر، في كل تراك، كل شهر هيبقى في تراك بينزل ملهوش علاقه بالالبوم، يعني الاغاني اللي نزلت الفتره اللي فاتت دي واللي لسه هتنزل منفرده دي ملهاش علاقه بالالبوم. طيب اختياراتك بتعتمد فيها على ايه؟ يعني الكلمات اكتر ولا اللحن ولا التوزيع؟ ايه اكتر حاجه بتركز عليها في الاغنيه؟ صدقني هو ما فيش عنصر لازم يبقى قليل، لازم كل العناصر بتاعت الاغنيه تبقى على الاقل 90% كامله، سواء الكلام، اللحن، المزيكا. وزي ما قلت قبل كده، هي يعني خلاص موضوع صناعه الاغنيه نفسها ما بقاش بيتعمل زي الاول، يعني ما بقاش كلام فيتلحن فيتوزع، دلوقتي القصه اختلفت بقى، ممكن لحن يتكتب عليه ويتوزع بقى، او ممكن مزيكا يتعمل عليها يترتب عليها ملك لحن وتتكتب، فما بقتش زي الاول. انا بالنسبه لي لازم كل العناصر بتاعه الاغنيه لازم تكون على اكمل وجه، ولازم تلمسني واحسها علشان اقدر انقل الاحساس ده والمعاني اللي في الاغنيه للمتلقي او للمستمع، علشان بالتالي يحس بيها هو كمان وتنجح. اتجاهات المستمعين الفتره الاخيره كانت لاغاني المهرجانات اكتر وكده، شايف الموضوع ده خف دلوقتي ولا يعني شايف الموضوع ده دلوقتي ازاي يعني من وجهه نظرك يعني؟ والله هو طول ما في موسيقى من ساعة ما اخترعوها وفي أشكال مختلفة بتظهر، أنا ما أقدرش أقول لك إيه اللي ممكن يكمل وإيه اللي ممكن ما يكملش، إيه اللي ممكن يستمر وإيه اللي ما يستمرش، دي حاجة بتبقى مبنية على ذوق الجمهور. طب ما فكرتش ان انت تاخد تجربه مثلا الديو مع مطرب مهرجانات او مطرب شعبي او يعني؟ لا طبعا لا مطرب شعبي طبعا، لا يا ريت، ما عنديش اي مشكله طبعا، لان الفن الشعبي ده فن جديد يعني. لكن عندك مشكله مع مطرب المهرجانات مثلا؟ لا مش عندي مشكله، هي فكره اذواق يعني، هي انا ما عنديش مشكله مع حد. شايف مثلا انه طريقه هناك مختلفه قوي عن الطريقه بتاعته مثلا؟ لا، هي الفكره في ان انا يعني مثلا هتلاقي مثلا حد بيحب يسمع اغاني كلاسيك او حد بيسمع اغاني اوبرا وما بيحبش يسمع اغاني حديثه وسريعه، هتلاقي حد بيحب يسمع اغاني الزمن الجميل، حاجات ام كلثوم وعبد الحليم حافظ، ما بيحبش يسمع اغاني اليومين دول. هي الفكره كلها اذواق، انا نوعيه الفن ده مش واصلاني، مش لمساني، فبالتالي ما اقدرش اعمل حاجه انا مش مقتنع بيها. طب اخبار التمثيل ايه بقى؟ يعني كنت محقق نجاح كبير الفتره الاخيره وبعدين فجاه اختفيت ومفيش حاجه قريب؟ مش اختفيت والله، يعني انا كان ليا تجربتين، في تجربه اولى مع كان في مسلسل ارض جو مع سعد عبد الرازق، وكان في تجربه ثانيه مسلسل حب عمري. انا التجربتين دول عملتهم لان حسيت ان هم هيسيبوا لي
التجربة الأولانية كانت على سبيل إن أنا بجرب أشوف إذا كان أنا الناس هتتقبلني في الكاميرا كممثل ولا لأ، والتجربة الثانية كان الموضوع شدني والموضوع كان حلو والحمد لله كان رد فعل بالنسبة لي عظيم. بس هي الفكرة إن أنا في الأساس أنا مطرب، مش ممثل، مش هعمل حاجة إلا لو كانت هتصل. هو في طول الوقت طبعا حاجات الحمد لله ربنا كرم ربنا في حاجات بتتعرض، بس أنا يعني في النهاية مش شايف إن هي هتضيف لي إلا لو لقيت حاجة بقى حلوة أوي ما تتسابش يعني يعني هخش أعملها فورا يعني. طيب إيه هو مواصفات الدور اللي ممكن تضيف لهيثم شاكر الفترة الأخيرة يعني في الفترة اللي جاية دي؟ يعني تحب الفترة اللي جاية يتعرض عليك طبيعة أدوار زي إيه مثلا؟ مش بالضرورة يبقى دور معين، يعني مش هقول لك مثلا نفسي أعمل دور حد دكتور ولا دور ضابط ولا ولا ولا، قد ما هو الدور يبقى نقلة بالنسبة لي وأحس إن أنا هعمله حلو ويضيف لي كرصيدي كممثل، مش بدور أو مش مستني دور شخصية معينة بعرفها، هي في النهاية دور يتصدق أصدقه أنا الأول وأحس إن أنا هعمله حلو وأحس إن هو هيضيف لي عند المشاهد، مش عايز أبقى بمثل بهدف التمثيل وخلاص يعني. طب سمعنا كمان إنك يعني هتقدم برنامج غنائي قريب وهتنافسنا بقى. هي فكرة، هو مشروع كبير، عارف انت الاغاني اللي احنا بنحبها وتربينا عليها لما تتقدم بشكل مختلف، لما يبقى توزيعات مختلفة يعني بالظبط في قالب آلة موسيقي مختلف، برضو في دماغي برضو ان احنا نقدم اصوات جديدة من ونديهم فرصة من كل الوطن العربي، اغاني جديدة بتتعمل، أغاني إحنا عارفينها وحافظينها وتتقدم بشكل موسيقي مختلف، في حاجات كتير قوي إن شاء الله يا رب تكمل على خير، وأتمنى إن شاء الله لما يعني المشروع يبتدي يبروز ويكمل إن هو يتشاف من خلال الشركة المتحدة يعني، دي حاجة تشرفني إن شاء الله. طيب يعني ما ينفعش يكون معايا هيثم شاكر وما اسمعش جزء من اي اغنيه، يعني اغانيك الناجحه كتير، فعايزين كده اي جزء من اي اغنيه ليك. ممكن نقول حكايتنا كملت، جزء صغير كده من حكايتنا كملت، هي اخر حاجه. طب يلا. ده كأني في حلم بقول يا سلام، معقول يا قلبي بقينا بين، وهدينا دنيتنا بأحلى أيام، الفرح تحنا أولادي، أنا هفضل جنبك وأعيش فيك معاك يا حبيبي كلها، وهطمن قلبك وانا اللي عيني بأحلى دنيا شفتها. الله. عايز بقى اعرف الأغنية الجاية ان شاء الله هتكون ايه بقى، يعني دراما ولا هتكون برضه؟ لا، الأغنية اللي جاية سريعة. الأغنية اللي جاية سريعة، وإن شاء الله يعني بنتمنى لك طبعًا التوفيق والنجاح الفترة اللي جاية. قبل بقى ما نختم عايزين حاجة سريعة برضه، يعني غني لي حاجة سريعة بقى كده نختم بيها مع الجمهور. نقول صاحب الجمال عيني عالي باردة، تفاصيله جامدة وعيني غامضة، غير وغير وده غير، بس الجمال ده مفيش من ده كده. الله. المطرب هيثم شاكر شرفتنا ونورتنا، وبنتمنى لك المزيد والمزيد من النجاحات. شكرا ليك.